احنا معانا دلوقتي عبر زوم الروائي احمد مرسي. ان شاء الله الجائزه تكون من نصيبه هذا العام عشان نبارك له طبعا على ترشيحه في البدايه وترشيح روايته ضمن السته الاوائل. يا استاذ احمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ محمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير والله، ومتفائل خير ان شاء الله باذن الله الجائزه تكون من نصيبك. دعواتك ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. ربنا معاك. لو كنت تكلمنا في البدايه عن ترشيح الروايه للقائمه القصيره وايه اللي بيمثله بالنسبه لك؟ والله هي ترشيح الرواية، هي الجائزة بيتم الترشيح ليها عن طريق دار النشر، ويعني دار النشر وثقت في العمل وقامت بتقديمه من كذا شهر، والحمد لله ربنا وفقها. الجائزة جائزة ليها اسمها في الأدب العربي وفن الرواية على وجه الخصوص يعني، وهو هي بمثابة تقدير يعني، أي كاتب يحب ان اسمه يذكر في جوائز كبيره زي جائزه البوكر وغيرها من الجوائز الكبيره، خاصه هي جائزه عالميه للروايه العربيه، وهي بمثابه تقدير يعني ومسؤوليه في نفس الوقت يعني. دايما 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 الكاتب بالجوائز بترتبط بالنسبه له بالمسؤوليه كذلك يعني في الاعمال القادمه. طيب يا فندم، روايه مقامره على شرف ليدي ميتسي هي رحله كمان من سبق الخيول، لو تكلمنا اكتر عن أجواء تألفها خلال فترة الجائحة، إيه الرسائل اللي بتحملها أبطال الرواية، وتقول لنا بعض التفاصيل عنها. هي الرواية بدأت كتابتها في سنة 2020، و2020 طبعا كلنا عارفين إن هي سنة يعني كانت مرت علينا صعبة بسبب جائحة كورونا ومشاكل كتير، سواء في على المستوى الصحي، على المستوى فقد الأشخاص، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي كذلك، الأزمات الاقتصادية وغيره في العالم كله. فبشوف مأساة الإنسان المأزوم في الفترة دي، ولكن مش في عصرنا، مش في العصر ده، لكن من 100 سنة في ظروف مشابهة تماما لورطة هذا الإنسان المأزوم ده، في ظروف مشابهة لبداية القرن العشرين كان فيه برضو حروب تغزو العالم، ومصر كانت بتعيش ما بعد فترة ما بعد ثورة 19، كان فيه وباء الإنفلونزا الإسبانية، كان فيه، فنجد إن مأساة الأبطال في الرواية مشابهة تماما لمأساة يعني لألم الإنسان في عبر الزمن أو عبر المكان. بنلاقي إن دايما لما بيكون في أوضاع مأزومة بيتمسك الإنسان بالأمل والأمنيات، حتى لو هذه الأمنيات أمنيات كاذبة يعني. فالرواية بتناقش فكرة الأمنيات غير محققة، يحصل إيه لو الإنسان تأمل في أشياء ولم يصل لها يعني في نهاية حياته. طبيعي انه الكاتب او الروائي بيتاثر بالبيئه المحيطه، بيتاثر بالاحداث حواليه، ففي الفتره الصعبه دي ازاي اثرت عليك في كتابه الروايه؟ والله هي كانت فتره صعبه على جميع المستويات طبعا، سواء اجتماعيا او نفسيا او غيره علينا كلنا يعني، واكيد اي حد مر بهذه التجربه كانت فتره صعبه عليه. ولكن الانسان يعني يمكن الكاتب بالاخص بتصدح في باله افكار معينه بتؤرقه، وكان يعني شاغلي فيها في الفتره دي. في ناس عاشوا بامنيات كثيره ولكنها انتهت او بترت في هذه اللحظه، او في ناس عاشوا وضع مأزوم شديد، فمباشره احلت باله القصه بتاعت ابطال الروايه. طيب استاذ احمد، خلينا استغل وجودك معانا وتكلمنا عن مشروعك الابداعي اللي جاي، خاصه زي ما ذكرت حضرتك من شويه المسؤوليه الملقاه عليك بعد ترشيحك للبوكر. والله انا صدد اصدار روايه ان شاء الله مع دار داون برضو عن تقبل الاخر وتفاهم الاخر يعني، زي ما احنا شايفين احنا بنعيش في عالم يعني بيتم فيه تجريم الاخر واعتباره عدو، المخالف يعني ليه، سواء ايا كان هذا الخلاف، سواء هذا الخلاف عقائدي فكري وخلافه حتى يعني من اي خلاف بيتحول الى عداء يعني. فازاي يستطيع الانسان هو يتقبل الاخر، والى اي مدى ممكن يكتشف الانسان ان عدوه مش عدوه لو اقترب منه بالشكل الكافي يعني. فالعمل الجديد بيناقش الفكره دي. طيب استاذ احمد، ايه شروط الفوز بهذه الجائزه؟ هل في مجموعه من المعايير يجب ان تتوفر في الروايه عشان تفوز بهذه الجائزه؟ معايير فنيه طبعا يعني، هي الجائزه جائزه عن الروايه، عن الروايه العربيه على وجه الخصوص، فهي معاييرها معايير فنيه لفن الروايه نفسه. فاي روايه تستطيع ان هي يعني حتى لو كاتبها شاب كبير ما فيش شروط، ده هي اهم حاجه المعايير الفنيه للروايه، ولجنه التحكيم بتتمر على هذه المعايير الفنيه، والى اي مدى تفيد هذه الروايه الحركه الثقافيه بشكل عام و
تناقش ازمه انسان حقيقي. هذه الازمه او مشكله انسانيه عامه، مش لازم تكون مشكله خاصه او كده، يعني باعتبار زي ما قلنا ان الالم الانساني واحد، فهي هي هي, هي على فنيه الروايه يعني هي الهدف الاساسي هي فنيه الروايه. استاذ احمد، بتختار موضوعات روايتك على اي اساس؟ هل بيكون الهام؟ هل بيبقى في موضوع معين عايز تتكلم عنه وتتناوله من خلال الروايه؟ خاصه انه كل موضوع بيتطلب اكيد وجود عدد من الشخصيات اللي بيتطلب برضو ان حضرتك تتعمق في الجانب النفسي لهذه الشخصيات. فكره الروايه بتبدا في الاساس بسؤال، يعني سؤال بيؤرقني في الاساس وبفكر فيه، يعني زي الروايه دي عن ماذا يحدث لو الانسان في نهايه حياته كان محمل باماني كثيره ولكنه لم يحقق منها حاجه، او فقد شيء، او لم يستطع ان هو يستعيد شيء فقده او غيره. في اول روايه كنت كاتبها كانت بتتكلم على الفقد وفلسفه الصوره، ازاي الى اي انسان ممكن بيحاول الانسان يصارع الفقد ويصارع فنائه بفكره الخلود وفكره التصوير، فتناقشت فكره ظهور التصوير الفوتوغرافي في منتصف القرن ال19 في مصر. فهو في البدايه شراره الروايه الاولى بتبقى سؤال مؤرق الكاتب، شيء بداخله عايز يشاركه مع قراء، فبيكون في الاساس سؤال مؤرق لي من داخلي يعني. بعد كده بيبدا يبني عالمه، خاصه لو الروايه زي مؤتمرها على شرف ليدي ميكسي روايه تاريخيه او بتدور في فلك تاريخي، فبيبقى في مرحله اخرى بقى من ايه، من الاعداد ومن الدراسه، قد تستمر عام واثنين وثلاثه. عظيم. انا زي ما قلت لك في البدايه انا متفائل ان شاء الله ان الجائزه هتكون من نصيبك. احنا الجائزه دي انطلقت في 2007، في 2008 كانت للروائي الكبير بهاء طاهر واحه الغروب، بعديها على طول عزازيل للاستاذ يوسف زيدان. فاحنا بقالنا كتير قوي الجائزه دي بعيد عننا، لكن ان شاء الله هترجع بالروايه بتاعتك ان شاء الله. مرسي، شكرا لذوقك حقيقي يا محمد. طيب استاذ احمد، الحقيقه احنا سعدنا بلقائك، لكن قبل ما نختم معاك في اي اسئله تانية بتؤرقك للروايات اللي جايه؟ هنقراها في الروايات الجايه. نورتنا طبعا ان شاء الله في الروايات الجايه. نورتنا، صباح الخير. شكرا ليك، والكاتب والروائي احمد بورسي، شكرا ليك.